يقول السائل: هناك شاب يقال أنه مستقيم، ولكن كلامه سيء، وعندما تنصحه يقول للناصح: أصلح نفسك ثم أنصح ثم انصح، فهل هذا مستقيم؟ هذا كلام فيه احتمال. إن كان قوله أصلح نفسك يعني واتركني لا تبين لي شيء، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل، يعني معناه إن ما عليك إلا من نفسك ولا عليك من الناس، هذا كلام باطل. الله جل وعلا أوجب علينا الدعوة إلى الله، وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأوجب علينا النصيحة، الدين النصيحة، فنحن علينا أنفسنا وعلينا من إخواننا أننا ندعوهم إذا أخطأوا ونبين لهم، لأننا نحب لهم ما نحب لأنفسنا. فإذا كان قصده أنك تترك الدعوة وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا عليك إلا من نفسك، هذا كلام باطل. أما إن كان قصده ابدأ بنفسك أولا ثم ادعو الناس، هذا كلام حق، إن الداعية والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بنفسه أولا ثم يدعو إخوانه ويأمر وينهى بعدما يستقيم هو في نفسه. وإلا فالله جل وعلا يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فلا بد أن الداعية هو أنه يصلح نفسه أولا. نعم.